البعد صبر يبعث الآمل. هيهات أيها البدر الذي كملا تبكي عين محب أنت ناظرها، وكيف لا واصطباني عنك قد رحالا. سلام يوسف بلقيس. كيف حالك حبيبي؟ وين أنت دائما خلف الكواليس خلف الكواليس؟ عشان تظهر أنت في الكالوسة. في الكالوسة ها؟ أنت قدام الكالوسة يا جماعة. هذا الانسان هو الاح طيب اوريك انا واضح الكذب اجل هذا اللي دائما يطلع ابداع انا ما شاء الله تبارك الله اتمنى يسعدك حبيبي يسعدك حبيبي يلا يلا هي قولوا يلا يلا يا جماعه في صيحه انا مره احبها من ابو عمر ابو عمر حبيب قلبه ايش هي اول ما نبدا المنتخب الله وليد يشعر بالتعب يا ساتر يبدي سبب يبغى يفوز بالذهب يبدو لي راسه انقلب ما شاف قدامه ذهب خذ بودا شال غماله انقلب غلب شال غماله اختر ليلي شكله بسيط وهندسه يا سلام عجيب هذه مدرسه ايوه يا ترى منه اسسه من غير اي بربسه ايوه انا معلق حتى هنا تشيد تكتيكه من دون اي فلكه وهذا كله مسلكه يربش خصمه يربكه يا ياكله يا يعلكه هذا ولا غمال اختر ليلي هذا ولا شال غمال الله الله على الذكريات الجميله والله ابو عمر انك حبيبي واحب اصيح لي منك تعيدهم اليوم ببث جميل عبد الرحمن ان شاء الله الساعه 5 ايوه ونص احنا ما نوعدهم هم يوعدون انهم يجون يتفاعلون معنا لا ان شاء الله بيتفاعل ما تشيلهم ايش تبغى طبيعه البث اسئله وكذا و... ايه اسئله محرجه ساخنه اوه ايه نبي اسئله ساخنه ما حد يقدر يجاوب يعني انا حقدر اجاوب يلا ما عليك تقدر ايه يلا حيحرجوك يدك يقول لك يدك وما تعطي خلاص اقول لك الواحد يدك ما تعطي استنونا يقول قبل قليل كنت بتواصل مع أحدهم اعتراضا على أخطاء كثيرة من ضمنها ظهورك على الشاشة بعدم احترام مع الأخ عبد الرزاق الفرج قبل يومين وهذا لا يعني عصمة البقية من الأخطاء لكن أن تعلم الفرق بينك وبينه من ناحية عقد الشبكة جاء في بالي تنبيهك أولاً الذي يظهر بمثل هذا المنظر غير محترم ويكرر الخطأ أنا عارف إنك طفش هذا الآن دخول أبو كاتم أبو رزاق راح وين أبو رزاق اللي قبل شيء نافخ يصارخ ما له وجود ابو سند جايز لك اللبس اوه شيء يا حبيبي بس انا يسمح لي ليه نشتغل عليها الان ان شاء الله بعد رمضان تدخل معنا نضبط علقم ونزال سمارت